السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم روح حسام، اليوم باش نشوفهم بعضنا وباش نفهم بعضنا. بي ان بوش شركة جديدة اللي عاملة البوز معناتها في أوروبا، في فرنسا وبلجيكا. شركة بدأت في أوت 2015، عندها 3 شهور معناتها من اللي بدأت. شركة ممتازة، معناها أنا لخصها في شركة ممتازة على خاطر تخدم في معناتها المنتوج نتاعها هو منتوج ممتاز، ومنتوج معناتها بتاع المستقبل. باش نشوفو مع بعضنا كي شنو تعمل بيان بوش، كيفاش نجمو ندخلو معاها، كيفاش نجمو نعملو معناتها مداخيل باهية في بيان بوش. بيان بوش هي تشتغل معناتها في الإشهار، إشهارات على الإنترنت. أما الإشهارات متقدمة ياسر، اللي هي معناتها الـ RTB Real Time Bidding. باش نشوفهم بعض إيش معناها Real Time Bidding. هذه إشهار معناتها متقدم على الإشهار العادي اللي نشوفه فيه ديما على الإنترنت. بينفوش هي شركة تتصرف في فضاءات الإشهار مباشرة عند الأبحار على الإنترنت. معناها انت تبحر على الانترنت وتجيك الاشهارات معناتها مباشره، والاشهارات اللي تخصك انت معناتها. هذه هي التكنولوجيا اللي تسمى الار تي بي، معناتها هي تستعمل في تكنولوجيا الار تي بي اللي تعني المزاد العلني على المباشر لشراء وبيع الاشهارات المباشره. هذا هو تو الار تي بي. بين بوش هي مسجله في بريطانيا على الرقم اللي تشوفوا فيه هذاك، والمكتب العملي متاعها في لوكسمبورغ، والعنوان متاعه كيما تشوفوا قدامكم هنا. ولا دونك الار تي بي هي معناتها تبعث اشهارات مباشره عند للحريف في الوقت الابحار متاعه. معناها مش اشهارات معناتها فيكسد ادفرتايزنج، لا، هذه معناتها اشهارات يبعثها ديريكت للحريف على حسب البروفايل نتاعو. هذه هي تو تكنولوجيا الار تي بي. الشغل نتاع الار تي بي هو معناتها في 10 ثانية، معناتها سريع ياسر. انا نحاول قاعد نتكلم بالعربية على خاطر عندي مجموعة معايا ما يفهموش بالفرنسية. معناها الـ RTP هي الشغل متاعها في 10 ثواني، معناها سريع ياسر. كيفاش يشتغل الـ RTP؟ انت كي تحل اي باج ويب ويب بيج، اي صفحه على الانترنت، فما دي كوكيز، احنا نقول لهم دي كوكيز. الكوكيز هذوما هما يبعثوا للسيرفر نتاع الادفرتايزينغ، معناتها نتاع الاشهار. السيرفر نتاع الاشهار ويقول له على المعلومات على الشخص اللي قاعد يبحر على الويب سايت هذاك. وهو السيرفر هذا عنده علاقة بال اللي يخدموا في الإشهار كيما بين بوش. والسيرفر هذايا معناتها يبيع ويشري معاهم في الأسوام نتاع الفضاءات الإشهار على الويب في الصفحة هذيك. عند هذا كله يصير معناتها في عند أقل من ثواني، معناتها أقل من ثانية. والبيع والشراء يصير أوتوماتيك. هذا كله اللي نحكي فيه معناتها أوتوماتيك. البيع والشراء يصير في اللحظة ذيك، واللي يعطي سوم أكثر هو اللي يربح الفضاء ذاك على الويب سايت، ويبعث الادفرتايزنج بتاعه، يبعث الإشهار بتاعه. هذا هو معناتها الـ RTP. الـ RTP يخدم في الريال تايم، معناتها في اللحظة وين عند الحريف قاعد يخدم على الانترنت ولا على اي صفحة من صفحات الانترنت.
وقت تصير العملية نتاع الـ MTB. بالنسبة لل معناتها مجال الانترنت، مجال الاشهار على الانترنت كل عام يزيد يكبر. علاش؟ على خاطر كل عام مستعمل الانترنت يكبر، ومعناتها تقدرت المصاريف على الاشهارات على الانترنت اكثر من 143 مليار دولار في 2014، وكل عام يزيدوا 5%. احنا في 2015 زادت الاشهارات 5% على 2014، معناتها كل عام خير من عام. علاش؟ على خاطر معناتها مستعملي الانترنت يكثروا كل عام بعد عام. الاهداف بيون بوش، خاطر بيون بوش راهي جديده معناتها، حتى نحكيو بعد على المدير نتاع الشركه، معناتها باش حل الشركه في اوت قعد 3 سنين يخدم على الـ RTP هذه. الاهداف الشركه هذه هي باش تكبر راس المال نتاعها. كيفاش تكبر راس المال نتاعها؟ بالتسويق الشبكي وبالاعضاء معناتها اللي يدخلوا كل نهار. علاش؟ على خاطر في كما قلت لكم في البيع والشراء نتاع الفضاءات الاشهاريه على الانترنت، كل ما واحد يبدا عنده معناتها راس مال اكبر كل ما يتحصل على اسوام اقل. معناتها عندك تربح، كل ما عندك راس مال اكبر كل ما تربح اكثر. فهمت؟ الشركة هذه باش تعمل ابليكيشن، معناتها ابليكاسيون سمارت فون نتاع اشهارات، وباش تولي الهدف نتاعها الكبير باش تولي ليدر معناتها نتاع RTP في 2018. هذا هما تو الاهداف اللي قاعدين يخدموا عليهم تو. توا باش نشوفوا كيفاش الاعضاء نجم تدخل وتشارك في بين بوش. بين بوش خمن في الناس الكل، في المستثمرين الكبار، في المستثمرين المتوسطين، وفي المستثمرين الصغار. عندها باقات من 20 دولار، 50، 100، 200، 500، 1000، 5000 و 10000 دولار. باقات مختلفة، معناها أي واحد ينجم يدخل ويشارك في بين بوش. بالنسبة للاستثمار تربح ديما 150% من قيمة الباقة، أما ما تعرفش في قديش وقت باش معناتها باش ترجع 150%. علاش؟ على خاطر كما قلت لكم البيع والشراء معناتها ماهوش فيكس، معناتها ماهوش مستقر كل نهار، معناتها تعرف قديش باش تبيع وقديش باش تشري. هذايا معناتها كل نهار ونهارو، معناها كل نهار الشركة تعطيك ما بين 0.5% إلى 3.5% حتى توصل 150%. كي توصل 150% معناتها قيمة الباقة متاعك معناتها ما عادش تعطيك مرابيح، معناتها وفات الباقة، تموت بعد 150%. كما نشوفوا معناتها أقل استثمار 20%، 20 دولار، وأكثر استثمار هو 50,000 دولار. باهي، باش نشوفوا احنا كيفاش نربحوا ما بين 0.5 و 3.5. على خاطر فما انديس، واحد في الباقة 20 دولار واحد، والاخرى 1.5، 1.1، حتى يكشي الباقة الكبيرة 1.5. الانديس معناها الشركة كل نهار تعرف قداش المرابيح متاعها وتقول انا لانديس اليوم لا تقول معناتها لليوم البورسنتاج نتاع المرابيح 2% للناس الكل. باهي، خاطر هذا هو اللي هو يتبدل كل نهار، اللي هو التوجور، معناها كيما نقولوا احنا البرسنتاج نتاع المرابيح الشركه في النهار هذاك. تقول اليوم مثلا عندك 2% من المرابيح لكل عضو. باهي، 2% ضرب فك الانديس هذاك، معناتها
السيد اللي مستثمر 10,000 دولار تجيه 2% في 1.5، معناتها ياخذ 3% في النهار هذاك. 3% من شنو؟ 3% من قيمة الباعة نتاعو. والسيد مثلا اللي مستثمر 20 دولار يتضرب معناتها التوجور هذايا في الواحد وياخذ 2% نتاعو في النهار هذاك. هذاك هو معناتها علاج فاريابل. اما هما الكل الباقات الكل باش ياخذوا 150% في الاخر. اما هذا ممكن يرجع ال 150% نتاعو في وقت في زمن اقل من هذا كل. هذا هو طول الفرق ما بيناتهم. اما معناتها في الاخر الناس كل باش ترجع 150%. ان شاء الله تكون واضحه. نتعدوا للتسويق الشبكي. على فكرة التسويق الشبكي ذا يراه ماهوش مجبر عليك، لازم تسمع تستقر كان بالاستثمار نتاعك. إذا تحب عندك مداخيل أكثر من الاستثمار لازم تشتغل في التسويق الشبكي. في التسويق الشبكي عندك نوعين نتاع كما نقولوا احنا كوميشن ولا كوميسيون ولا عمولة. عندك العمولة المباشرة هي 13%. شو معناها؟ معناتها اي واحد تجيبه انت مباشرة ويدخل البيون بوش تاخذ عليه 13% من قيمة الاستثمار نتاعه، وتاخذ زادة 13% من كل استثمار جديد نتاعه هو. معناتها ديما حتى بعد شهر يستعاود يستثمر مع اخرى في الحساب نتاعو ذاك، تاخذ انت 13% نتاعو، وتاخذ زاد 2% في الليفل 2. انت في النيفو 2، معناتها نقولوا انت جبت السيد هذايا اسمه محمد، ومحمد جاب علي، انت تاخذ 2% على علي، وتاخذ 2% على الناس الكل اللي جيبوهم المباشرين نتاعك. واضحة؟ عندك بعد العمولة نتاع التوازن، كوميسيون دي كيليبر ولا بايرن بونيس. العمولة ذي 10% على الفريق الضعيف. اش معناها؟ معناها نفرض انت تو عندك مستثمرين على اليسار استثمروا 10,000 دولار، وعندك مستثمرين على اليمين استثمروا 5,000 دولار، تاخذ 10% على 5,000 دولار اللي هي 500 دولار، تاخذها مباشرة، ويبقى لك 5,000 دولار هنا يستنوا في توازن أخر. بالنسبة للعمولة التوازن تصير في آخر النهار، معناها العمولة دي ما تجيكش في الوقت اللي الاستثمار نتاع الناس جدد، حتى الحساب يتسكر كما نقولوا احنا نصف الليل. اما العمولة المباشرة تجيك في الوقت، معناتها اي واحد تجيبه انت مباشرة العمولة نتاعو تاخذها مباشرة. باش تستغل العمولة التوازن لازمك تجيب على الاقل واحد على اليمين واحد على اليسار مباشرة. هذه هي تو الكونديشن متاع بيون بوش. ان شاء الله تكون واضحة. ثم كارير مع بيون بوش كما نقولوا احنا الرانك ولا الرتبة متاعك على حسب نقاط التوازن. كما تشوفوا 10,000 نقطة، 30,000 نقطة، 2,000 نقطة، 200، 500، مليون نقطة، 5 ملايين، 50 مليون نقطة. هذا على حسب نقاط التوازن. عندك الرتبة نتاعك، وعندك زاد جائزة اللي هي تبدأ من قلم بين بوش حتى السيارة
فاخر. هذا هما تو ال عند الهدايا على حسب الرتب. ان شاء الله تكون البرزنتيشن واضحه. باش نشوفوا تو، باش نوريكم شويه صور نتاع الشركه. اما باش نكونوا واضحين اللي بوين تكون الشركه مستعرف بها قانونيه، المدير نتاعها معروف في لوكسمبورغ، هو يشتغل معناتها مع الحكومه، هو الشغل نتاعو هو ادفايزر في الحكومه في النيو انفستمنت. اش معناها؟ معناها مستشار في المشاريع الجديده في لوكسمبورغ. وبالنسبه اللي معناتها البرودكت نتاعو ولا البرودوي ولا المنتوج نتاع بينبوش، هو منتوج معناتها متفوق ومنتوج نتاع مستقبل. لهذه الاشهارات في المباشر معناها معناتها تكنولوجيا عاليه، على خاطر معناتها في الوقت نتاعك انت تبحر فيه. باش نعطيكم مثال، باش نعطيكم مثال تتفهموني بيه. مثلا انت توا تدخل على الموقع www.booking.com، باهي، باش تشوف نزل. تمشي مثلا، نقول احنا تمشي نزل في جربة، مثلا تختار جربة، تحط جربة والوقت معناتها من الى، ويعطيك النزل. باهي، تختار يعجبك واحد وكذا، تقيد اسمه وكها وتسكر. وبعد تمشي للفيسبوك، تحل الكونت تاعك في الفيسبوك وتبدا تبحر. انت تبحر في الفيسبوك وتلقى النزل اللي في جربة موجودين، يقول لك ها فما نزل عامل مثلا تخفيض بكذا في جربة. تقول انت كيفاش عرف هو؟ لان نحب نمشي لجربة. هذا تو مثال، هذا هو الار تي بي، الريل تايم بيدينغ، بعد اشهارات في الحين اللي انت تبحر معناتها على الانترنت. هذه هي تو الريل، معناتها التكنولوجيا عاليه ياسر في الاشهارات. باش نشوفهم بعضنا تو شويه صور، باش نوريكم المدير بتاع الشركه. هذا هو المدير، هو كما قلت لكم مستشار نتاع في الحكومة في لوكسمبورغ لكل استثمارات جديدة ومشاريع جديدة. السيد هذا معروف، ما هوش قاعد يلعب، عنده خبرة كبيرة في الاستثمار، وعنده خبرة كبيرة في كما تشوفوا هنا، وعنده خدمة كبيرة في الإشهارات على الإنترنت. السيد هذايا أنت كما تشوفوا هنا في تركيا، السيد هذايا قعد 3 سنين حسب حكاية، فما فيديو تلقوه على الصفحة متاعي. السيد هذايا أنت قعد 3 سنوات يخدم في المشروع هذايا البيون بوش، معناتها تولد المشروع هذايا في اوت 2015، ما التحضير نتاعو قعد 3 سنوات. الاسبوع الفارط عملنا اجتماع مع المدير في لوكسمبورغ، هذوما ليدرات في بيان بوش، المدير كما تشوفوا فيه هنا، وحكينا على المواضيع هامه. حكينا على مستقبل بيان بوش، الاخبار معناتها الجديده اللي بيان بوش باش تحل مكتب في دبي، والابليكيشن معناتها الابليكاسيون سمارت فون باش تصدر عن قريب، وفي 2016 باش تختار بيان بوش كيما نقولوا احنا مديرين جهويين نتاعها، من اعضاء نتاعها. كيما نقولوا تخلي مدير جهوي في الجزائر،
مدير جهوي في المغرب واللي يكون هو عضو في بي ان بوش. كما نشوفوا معناتها بي ان بوش بدات تفرق في الجوائز نتاع الرتب، هذايا معناتها قلم بي ان بوش اللي هو كما هكا بالضبط قلم بي ان بوش. بالنسبه لل كيفاش تخلص الباقه نتاعك وكيفاش تسحب المرابيح. بالنسبه للخلاص تخلص بالبايزه ولا تير، واضح تخلص دايركت معناتها في الويب سايت في السيت تخلص دايركت بالبايزه ولا بالتير. البينبوش.com معناتها فيه رابط دايركت مع البايزا والباي بال، معناتها بالجيت واي، معناتها مش تبعث وهما فما شكون يشوف معناتها اللي انت بعثته وبعدك يكتيفيك، لا معناتها اوتوماتيك تخلص اوتوماتيك الباقه نتاعك معناتها تولي اكتيف. اما في المجموعه نتاعي انا احنا نقبلوا جميع انواع البنوك الالكترونيه من نتلر من بيرفكت ماني من البيتكوين من عند جميع انواع البنوك الالكترونيه، ما فيش مشكل في الكلاس. بالنسبه لل كيفاش تنجم تجبد المرابيح نتاعك، تجبد عن طريق التغيير فقط. احنا توا مدير الشركه باش ينجم قاعد يحاول باش يزيد سكرين و التحويل البنكي، التحويل البنكي خاصة لأوروبا على خاطر أوروبا يحبوا التحويل البنكي أكثر من بلدان أخرى. بالنسبة للبير عندك حق في ماستر كارد، معناتها عندي عضو جاتو الماستر كارد بير تجي في 10 أيام، معناتها تعمل الريكوزيشن نتاعك تجي في 10 أيام. وباش نوريكم زادة بروف دو فيرمون ولا كيما نقولوا احنا انت انا جبت 2000 دولار وصلوا بالنسبه للجبدان معناتها الفلوس بالنسبه للتحويل معناتها المرابيح نتاعك يقعدوا 24 ساعه في اقل من 24 ساعه يوصلوا لك. هذا تحويل حد اخر ب 3306 دولار حتى يوصلوا، ما فيش حتى مشكله في التحويل على البير. ان شاء الله تكون البرزنتيشن واضحه. إذا فما أي سؤال تلقوا الرابط متاع الصفحة متاعي تحت الفيديو، وإذا تحبوا تسجلوا تلقوا الرابط متاعي على تحت الفيديو. إذا أنت ما عندكش سبونسر، إذا عندك سبونسر ولا شخص بعث لك الفيديو ذي لازم تسجل معاه على الرابط متاعه. إن شاء الله هذا يكون أول فيديو عملته على بيون بوش، مازال عندي معناتها فيديوهات اخرى ان شاء الله تجي ونهبطهم على الصفحه نتاعي. يعطيكم الصحه على الحضور نتاعكم والى الفيديو القادم ان شاء الله في الامان.